له كم 13 مليون موطور عادش الموجه خديجة بين عشيراج عمي دور عند هذا جو انا مسؤولي فهمت هذا الشيء ديال انا نقول لك واحد الكلمه حنا اللي كنطلبوا من المسؤولين وهذا الشيء كامل شي هاد ولاد الشعب اللي كيشوفوا فيهم هاد ولاد باب الله يشوفوا يخدموهم يديروا لهم شي حاجه باش كاع ما يبقاو يفكروا في هذيك الهجره حيت بنادم دابا فين ما كدور ليه بنادم ديجا مخرج واحد النقطه عاوتاني هنا في الميناء ديال الدار البيضاء كنخرج فلوكه فلوكه 19 في 2019 مشد الكاديس فهمتي وباقي عنده الشبكات مع الجمارك ديال الميناء ديال الدار البيضاء وهادشي كامل محطوط في الولايه المهم اخويا ما علينا ما بينا بحال هكذا صافي ملي شارجاونا الدري معانا بمنزل الدري اللي معانا اخويا تيتخنق عنده واحد قول بحال واحد بحال منشار عنده صغير ويضرب واحد الطرف من الباش ملي يضرب طرف من الباش ملي شافوهم هذاك الطرف من الباص شويه تقلب الايه علينا وما يطلعوا يشوفوا علينا باق يضربوا فينا مع الحراك ما بقينا فاهمين والو باق اقسم لك بالله شي ما نكذبش عليك حنا صابرين والله معانا فهمتيني العصا هودوا الدري بعدا قتلوه عصا ديال بصح جبدوا عليه السيوفه ما نكذبش عليك ليموجينات الدري حطوا ليه سيف فوق راسه بحال قال لي ريح وانا تنقول لهم الله يرحمهم هذيك فهمتيني ما حنوا فينا ما شافوا فينا ما والو صافي ملي داونا الامر الواقع ما عرفتش بان لهم لا مارين وما عرفتش بان لهم العسكر ومن يعاودوا يقلبوا بين الدوره وما يهودون وما يصفونا جوج وما يقادوا السيوفه تتسمع قد ويجي ويبدا علينا تشوفوا ولاد كازا داصرين باخ كيضرب فينا با والو حنا صابرين فهمتي كان ديك الساعه واحد الدري طريبيه بغا دير لبنتها عمليه فيها السرطان لا واحد المراه غاده بنتها طريبيه وبغا دير لها عمليه كان ديك الساعه قالت فيها السرطان في الراس بغا دير الجزر الكناري من بعد هي فاش دخلنا فهمتي هما الموجه الاولى الثانيه كانت واحد اللطيه ديال العود هي فاش تقسمات وهي تفش الزودياكا حيت خارجين جوج غادي 80 ديال الخلق 80 40 هنا و 40 هنا ديالنا حنايا كانوا فيها الدراري بزاف مره واحده حيت الاخرى كانوا فيها جوج عيالات وطريبيه والدراري حنا كانت معنا مره واحده دخلنا المواياج مشى بينا الموطور واحد 200 متر ويسكت بينا صافي سكت الموطور بقينا وسط الماء ما عرفناش خرجوها شي دراري كيبكيو ولاد خريب ما كيعرفوا شي عومو بقينا قلنا الحل شنو هو الحل فنشوف حنا بداو نضربوا بيدينا بحال هكا ما بغاش تخرج على حساب المواياج كان الموج داك الساعه واحد شويه شي دراري صافي هما يتلاحوا فهمتي كملوا بحال هكا خرجوا على برا الدراري بقاو مقاتلين على قبل داك السيده بقاو كيضربوا توصلوا لجهه الموج شي شويه الموج بداو كيضربوا توصلت الموجه تقريبا ثالثه وشويه تقلب ما يهزوا داك المراه خرجوها سخفانه فهمتي الطريبيه حتى هي مسكينه فهمتي من واحد الحاله فهمتي داك الشيء تشوفوا من عطينا واحد الحاله بعد واحد الحاله ديال ولاد سراغنا اقسم لك بالله شي حنا مازال حنا ولاد كازا راه شويه الحمد لله كنعرفوا نعوموا هادي الله كون شي واحد الحاله ديال الله كون شي واحد الحاله ديال ولاد سراغنا اقسم لك بالله وحق الله انا دابا جبتهم ليك دري اقسم لك بالله تيشوف في الماء واش يدور عندنا تيقول لنا الدراري الله يرحم الوالدين راه ما كنعرفش نعوم خرجوني الدريه مسكينه بقوات ما بقاتش مسكينه باش بقوات ما بقاتش مستريسي تتشوف فينا وما لاقي الجهد وحنا باغيين نتلاحوا ولينا شي نخمو لهم هما تلاحوا حنا ولا نخليهم هما تلاحوا حنا ولا نخليهم واحد اللحظه اقسم لك بالله شي كاع الدراري اللي كانوا معانا كلشي كيقاو ولادهم كيدير بيديه هاك